تصريحات حصرية لقنوات بي إن سبورت، حيث أكد نيمار أنه لم يكن يشعر بالضغط السلبي قبيل انتقاله إلى باريس سان جيرمان من طرف أصدقائه في برشلونة، مبينا أنه ما زال يكن كل الحب والتقدير لفريقه السابق ولزملائه في النادي الكتالوني. لم يكن هناك ضغط بالمعنى السلبي، إنه ضغط إيجابي. أشكر كل زملائي في برشلونة، هناك حنين كبير لحدود الساعة تجاه هذا النادي. عندما أخذت قراري لم تتغير الأمور، فأنا أحافظ على كل الشعور الطيب تجاه أصدقائي في برشلونة وهم كذلك. كذلك في مقابلة حصرية مع قنوات بي إن سبورت، أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان هدف النادي الأساسي هو الفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها، وصفقة شراء نيمار ستعزز حظوظ النادي في تحقيق كل أهدافه. يعني طبعا احنا من بدانا شراء النادي الهدف الاول الفوز في جميع الألقاب التي نلعب فيها، ومنها دوري الأبطال. الكل ينتظر هذا السؤال، ولكن ايضا يعني مع نيمار يعني باذن الله بتوفيق رب العالمين، بعد توفيق رب العالمين ان قربنا اكثر باذن الله الدوري، ولكن دوري الابطال لازم يجب ان التفاصيل تمام. الحظ يلعب معك، القرعه، امور كثيره كذلك. ان تكون يعني ليس بمعنى ان تم شراء نيمار ان سوف نفوز، ولكن هذا الهدف واضح للجميع ان الفوز بجميع الالغاب التي نلعب بها.